النهاردة هنتكلم عن سخرية أنغام من أمال ماهر بعد حفلها الأخير وهجوم الجمهور على أنغام بسبب سخريتها على أمال ماهر خايفة تقعدك في البيت. هنعرف التفاصيل، بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل جديد يجيلك لحد عندك. تابعنا كلنا أكيد الحفلة الغنائية الأخيرة اللي عملتها الفنانة أمال ماهر واللي كانت في مدينة العالمين، وشفنا قد ايه أمال ماهر كانت وحشة جمهورها وحققت الحفلة نجاح كبير جدا. لكن رغم النجاح اللي حققته حفلة أمال ماهر الأخيرة إلا إنها تعرضت لبعض حملات التشويه على السوشيال ميديا، وكان واضح إن حملات التشويه دي ممنهجة لأنها كانت من حسابات مزيفة بتردد كلام موحد لكن بأساليب مختلفة. لكن رغم كل ده الحياة الحفلة كانت من أجمل الحفلات اللي عملتها الفنانة أمال ماهر، خصوصا انها جت بعد فترة غياب طويلة. وخلال الساعات اللي فاتت بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي انهم يعملوا مقارنة بين إلهام شاهين وأنغام بخصوص حفلة أمال ماهر، وده بسبب تعليق أنغام على بوست نشر المستشار تركي آل الشيخ بعد حفلة أمال ماهر، وده لأن أنغام علقت على تويت تركي آل الشيخ بإيموشن ضحك، واعتبر الجمهور ان أنغام بتسخر من أمال ماهر ومن حفلها الأخيرة بموقف إلهام شاهين اللي راحت الحفلة ودعمت أمال ماهر بعد غياب استمر لأكتر من سنتين. وشاركت إلهام شاهين على حسابها في موقع فيسبوك بعض الصور ليها أثناء حضورها حفلة أمال ماهر، وعلقت على الصور دي وقالت: حفل أمال ماهر في العالمين، الله على مصر وجمالها، الرقي والشياكة في العالمين مع منظر البحر الساحر، وفنانة من أجمل أصوات مصر، الطرب الممتع مع أمال ماهر. وهنا أشاد الجمهور بموقف إلهام شاهين وهجموا أنغام اللي سخرت من عودة أمال ماهر. ومن بين التعليقات اللي جت بخصوص الموضوع ده تعليق بيقول: أدعم أمال ماهر، وغيرة أنغام ملهاش أي لازمة دلوقتي، ولا هي خايفة منها؟ وتعليق تاني قال: جميلة دايما إلهام شاهين ودايما بتدعم الفنانين. وتعليق تالت قال: برافو إلهام، دايما في ظهر بعض، وأمال ماهر صوت جميل وإن شاء الله هتبقى من أجمل مطربات مصر. وتعليق رابع قال: على سبيل السخرية والسف على أمال ماهر، أنغام ترد بضحكة على تويت تركي آل الشيخ اللي سخر فيها من أمال ماهر، وكان علق الموسيقار حلمي بكر على هجوم البعض على المطربة أمال ماهر بسبب حفلتها الغنائية الأخيرة واتهامها بضعف صوتها. وقال حلمي بكر إن أمال ماهر من أفضل الأصوات في زماننا ده، وكمل كلامه وقال إن هجوم شركة أو جهة ما على الفن الجيد أمر غير مقبول، واللي بيهاجم أمال ماهر المفروض نقول لهم مبروك عليكم الفن الهابط اللي انتوا بتشجعوه، وان عودة أمال ماهر الغناء مرة تانية إضافة كبيرة. وبقول لأي شركة بتهاجم أمال ماهر اتكسفوا على دمكم، مفيش صوت زيها. وفي النهاية أنا بشكركم جدا لأنكم كملتوا معايا الفيديو لحد دلوقتي، على وعد بلقاء جديد. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.